عليه وعلى الصبر. عمو بشهادة، عمو بشهادة، عمو بشهادة، عمو بشهادة، اسم الله عليك. لا حول الله يا رب. شو مالك عمو بشهادة؟ شو فيه؟ شو فيه؟ ليش عمو بشهادة بتعيط؟ ليش بتعيط؟ بعيط على قلة بختي يا اخوي. 50,000 ليرة كانوا بدهم يصيروا إلي. يا اخوي يا حسام، بعد ما خشيت لك على البنك وفتحت لك الخزنة وبلشت لك عد، عديت لك 50,000 ليرة من أمات الـ20 وحطيتهم بجيبتي. أنا سكرت الخزنة من هون ولا الشرطة بتستناني على الباب واخذوني على المغفر. شرطة؟ وإمتى الحكي صار؟ إمتى؟ الليلة. يعني إمتى بده يصير؟ صار الليلة. حرام يعني أشتري لي مجامع عشان أنام فيها؟ حرام؟ ولا بدنا أشخص ولا حرام يعني؟ معقول؟ وبعدين شو صار؟ كيف نفذت؟ صحيت من النوم يا أخوي ومن كثر الضرب مش عارف أنام مرة ثانية. وبعدين يا عمو بشحادي معك؟ بعدين معك وما أحلامك هاي؟ بداش تخلص. يوم سرقت بنك ويوم لقيت 17,000 دينار و77 قرش مرميات بالشارع، ويوم بتحلم انك ربحت باليانصيب وانت عمرك ما شريت اليانصيب. ما يا اخوي الحياة صعبة والمسؤولية كبيرة. اي ضرورة تخلف 9 أولاد؟ ما هو كان 2 ولا 3 بكفوا. ايوه خش اللي محاضراتك الفارطة يا رجل. يا رجل تردوش على الاستعمار، كتر الخلف منيح وربك بيسرها. والله يا عمو بشحادي خايف يوم تروح عملها عن جد وتسرق. شو يا حبيبي؟ والله خايف يوم تروح عملها عن جد وتسرق. يا ريت. هو صحيح لي وانا مقصر؟ نام نام يا اخوي، نام نام عشان تروح على جامعتك بدري. تمدد احسن لك، تمدد لك شوي. جامعتي اللي بسمع بيصدق يا بشحادي. الجامعة لاصحابها. هاي الكورس الاول ضايل له شهر وبيخلص، وبعدين بنوصل الكورس الثاني. وانت عارف شو معنات الكورس الثاني؟ يعني 5 مواد كل مادة 3 ساعات معتمدة. عارف الساعة الواحدة قديش بتكلفني؟ ساعة الكهرباء ولا ساعة المي يا اخوي؟ يا عم ابو شحادي، يا عم ابو شحادي، الساعة الجامعية. يعني لما الدكتور يدخل يشرح لك عن مادة معينة. عارف الحكي هذا قديش بكلفني؟ وقديش بده كلفك يعني؟ 120 دينار. ول هذا غير الأكل والشرب والمواصلات والكتب وغيره وغيره وغيره. ولو لاني ساكن عندك كان قديش بدي اجار بيت. خليها على الله يا عمو بشحادي، خليها على الله. الله يقطع هالجامعات ويومهن. اي ما هن لناس وناس يا عمي. اللي عنده واسطة بتعلم بعثة على حساب جهات مختلفة، واللي عنده قروش ما هو ما بتغلب، بتعلم بقروشه. ولا يهمك يا حسام، ولا يهمك، بيهونها الله ان شاء الله. يا عمو بشحادي ضربتين بالراس بوجهه. ابوي زي ما انت عارف شافك شغله حارس ب70 ليرة. الله يعينه. كنت مركن على اخوي عمر اللي ياما وعدوا يصرف علي ما يخليني احتاج لاشي. هيو اتجوز. الله لا يقيمه. وفتح بيت لحاله وصار راتبه يا دوب يكفيه ومرته. هذا غير الدين اللي بده يقعد 2 سنين يسد فيه من ورا هالجيز. وبتقول لي هونها الله. يا رد على عمك ابو شحاده وتمدد لك شوي. بلكي يعني حلمت لك حلم انك ملاقي لك شيء 3000 ليره بس. نعم 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 احسن لك. نعم. حتى الاحلام مش لاقي لها طريق، حتى الاحلام مش لاقي لها طريق. هي الساعه صارت 5 الصبح، هي ظل فيها نوم. يا دوب الواحد يغسل وجهه ويعمل له كاسه شاي. قد ايش الساعه؟ 5 الصبح. 5 الصبح واليوم السبت. يعني ما عاد اليوم اروح على الحسبه عشان اتمول لبيت البدراوي. الله لا يبدل عليهم الخير يا رب. وانت شو دخلك بالحسبه؟ انت مش بتعمل عندهم طباخ ومشرف على شؤون المنزل زي ما بتحب تسمي حالك؟ مظبوط يا حبيبي يا حسام، انا مشرف على شؤون المنزل، هذا صحيح. بس الشوفير اللي كان هو مسؤول عن مونت البيت طروا قطعوا رزقه يا عمي. ما انت عارف الزلمه لا بروح ولا بيجي، والبنت ما شاء الله عنها بتسوق لحالها وبتزمر لحالها وبتضرب بريكات لحالها وبتغير لحالها وعبل زمان الشوفير يا عمي. اها يعني بفهم من هالحكي انه راتب الشوفير حوله الك. والله ممتاز. يلا يا عمو بشحادة هاتلنا حلوان، خلي الواحد يغير ريقه على الصبح. روق روق روق، خلي ريقك على ما هو يا حبيبي. روق روق، تفتح ليش بطنك حلوان؟ اي هذول عشان يوفروا على حالهم طروا الشوفير. بقول لك حسام
نعم. بس بيني وبينك هاي شغلة موفية معي. كيف؟ اسألني وأنا بجاوبك. طيب كيف يا سيدي؟ انت سألتني كيف؟ انا راح اجاوبك. تفضل. ما لاحظت بالخمس ست اسبات اللي مروا، يعني يوم السبت اللي هو راس الاسبوع، ما لاحظت لما كنت تيجي هون على الاوضه كنت تشوف اللحم والخضار والفواكه والدجاج والسمك، ما كنت تشوف هذا الشيء؟ مزبوط مزبوط مزبوط. وغير هيك المحاسب اللي بالحسبه، يعني تبع الحسبه اللي بكتب الحسابات، ها بسموه محاسب. يعني بسموه محاسب. هذا بزبط لي بالفاتورات زياده بسبع ثمان ليرات، انا بزبطه بليره براني وبنبعث الباقي للعيال بالقريه عشان يعيشوا من وراه. لا 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 يا عمو ابو شحاده، بس هذا حرام، وقرش الحرام ما بيدوب. حرام؟ لو ما عملنا هيك يا حبيبي عمرك ما شفت اللحم بهالدار. يعني كل اللي بياكل لحم حراميه؟ تعرف يا عمو ابو شحاده، انا صحيح قد ولادك بس بعرفك من زمان، من قبل ما ترحل لهون وتترك عيالك وارضك. كانوا يضرب فيك المثل في القريه، وحتى لما عرفت امي اني راح اسكن معك فرحت وانبسطت كثير، لانك طول عمرك شهم ونظيف واصيل. شو اللي غيرك يا عم ابو شحاده؟ يا حبيبي هون غير عن القريه، هون اذا ما كنت غول بتضيع بشربه مي. الناس هون وحوش والبدراوي من الناس. 15 سنه وانا بخدم فيه، اكثر واحد كنت اشوفه بياكل لحمه. بدك تعرف شو اللي غيرني يا حسام؟ تذكر امل؟ امل بنت صغيره اللي يوم ما مرضت وانا جيت على القريه كنت انت يوم ناجح في التوجيه، ما صح لي حتى اقول لك مبروك. حملت امل وجيت فيها على هون، عرضت على كذا طبيب، طلبوا لها عمليه بتكلف 150 دينار. طب انا معيش 150 دينار، معيش، شو اساوي يعني؟ رحت للبدراوي وكان لسه بصحته وحواليه اشكال والوان، طلب منه السلفه يخصمها من راتبي كل اخر شهر، قال معيش، مع انه المصاري اللي كانت على طاولته بقعد سنه وانا قعدت فيها. ترجيته بست ايديه ورجليه، شرشحني وقال قيمتي قدام الخالعين اللي عنده، وقال معيش، وقال لي روح ابو شحاده اعملنا قهوه ساده. ورجعت اعمل امل من مستشفى لمستشفى حتى ماتت بين ايدي. طيب ما دام انه نذل لهالدرجه، ليش ما تركته واشتغلت عند غيره؟ يا عمي هو غيره بده يكون احسن منه، غيره مش احسن منه يا حبيبي. يا عمي كلهم أكيلة لحم، كلهم أكيلة لحم. طيب بلا من هالشغلة وارجع على أرضك، بشغلتك الأصلية مزارع، وازرع أرضك وعيش بعزك وكرامتك بدل هالبهدل والذل اللي أنت عايش فيهم. لا لا يا حسام، لا يا حبيبي، حتى لو رجعت راح يضل راسي بالأرض، أرجع عشان أتداين من فلان وعلان ويصيروا أهل القرية يعايروني. لا يا حسام، أنا ما برجع إلا لما أكل لحمة، ومن لحمة البدراوي بالذات. تعرف يا عم أبو شحادة، أنا لما جيت لهون وانقبلت بالجامعة كانت أحلامي كبيرة وطموحاتي أكبر، كنت حاب أدرس دكتور ولا مهندس، لكن ما صحليش، ما يأستش، قلت خليني أدرس زراعة وارجع للبلد مهندس زراعي، أرفع راسي ورأس أهلي. بس هاي لي سنتين هون، وكل يوم عن يوم أحلامي بتموت، وصرت خايف من بكرة، وإنت خوفتني أكتر. يعني أترك الجامعة وأقضى على مستقبل ولا إيش أعمل؟ إيش أعمل؟ أنا بقول لك إيش تعمل، أعمل لك كاسة شاي عبير ما أروح على الحسبة أجيب خضرة البدراوي، ومن مرة بجيب فطور معاي، لأنه يا حبيبي يا حسام هذا الحكي لو ظلينا نحكي فيه 100 سنة بخلصش، فخليه في القلب أحسن. على رأيك، بس خلي الشاي ينقع مش تعمله مايس. بس تتأخرش. أتأخر؟ وين بدي أتأخر يعني؟ شو تمر لي أبو سليمان وبعطيه ومش عارف مين؟ يا رجل هو هسع وقت زيارات. هي زياراتك صباحية. إيه مزبوط، زياراته صباحية، بس أنت هسع قاعد بتقول لي
إنه الساعة 5. يا رجل في حدا في العالم بزور حد الساعة 5 الصبح؟ يعني لو 5:05 و5:10 معقول، أما 5 يعني 5 دقائق وقفت عليهم؟ طبعاً بتوقف على 5 دقائق، ولو مش عاجبين لك الخمس دقائق. مرحبا مرحبا. يب تنساش الشاي؟ تأخرش. طيب مش راح أتأخر. تنساش تجيب معك خبز. شو أجيب؟ خبز. خبز ها؟ ما أنا عارف إنه الفيلا فيش فيها خبز، عارف والله. راح أجيب الخبز. يلا بس أنت شد اللي همتك. يلا مع السلامة. كذبتك، ولا حركة ولا نفس ولا همزة ولا لمسة ولا همزة، ولا حركة ولا بركة، ولا كلمة ولا طلعة ولا نزلة ولا نفس. وين هو النصاب ها؟ الله يسامحك يا عم ابو تيسير، وبعدين مين هو النصاب؟ والله جيب المجوز يا عبود، غني لي شوي شوي. يلي مش عارفه مين هو النصاب؟ في غيره نصاب؟ اللي بنام معك ابو شحادي وينه؟ حاضر حاضر يا عم ابو تيسير حاضر، بس انت ارتاح ارتاح وروق دمك ارتاح. اي هو اللي بشوفكم بتريح ولا بذوق طعم الراحه ولا بذوق طعم البسكوت ولا ماله؟ الله معك الله معك الله معك. هزاز والله هزي محرمتك هزي. يا ولد وقفوا يا ولد، يا ولد وقفوا يا ولد، يا ولد وقفوا. عفريت عفريت اين صار لي اسبوع براقب فيكم؟ انتوا وين بتناموا ها؟ يعني وين بدنا ننام يا عم ابو تيسير؟ بهالفيلا اكيد كنتوا تتسللوا بنصاص الليالي. اي انا كابس البيت حوالي 17 مره غير اللي كبستهم مرتي ولسه ما استووش. حطينا خل ما استووش، حطينا زيت زيتون ما استووش، حطينا زعفران ما استووش، حطينا عصفر ما استووش. طيب يعني كيف يسوي يا عمي؟ طيب يا عم ابو تيسير طيب هسه قول لي يا اخوي يا حسام، قول لي. نعم. الكوسه بتخلل؟ الكوسه لا بتخللش. اجرها من عنه ما استواش معي. طيب طيب انت بس ارتاح، خلينا نشرب لنا مع بعض فنجان قهوه ولا كاسه شاي. ليش يا اخوي اشرب معك قهوه وشاي؟ لا انت حبيبي ولا ربينا سوا يا اخوي. انا ما بدي قهوه وشاي، انا كل اللي بدي اياه اجار الدار المكسور عليكم من شهرين. ناولوني اياه يا عمي وكثر الله خيركم، ومثل ما قال المثل يعني حبي فوق وحبي تحت، يعني خذ واعطي يا عمي. حاضر يا عمي خذ واعطي يا عمي. حاضر يا عم ابو تيسير حاضر يا عم ابو تيسير. ايه ان شاء الله بس يجي العم ابو شحاده تكرم نهيتك. بتعرف هو اللي حامل المصاري. يا اخوي مو حاطط خزنة على ظهره، المصاري سقطت السقط. وهالقرش وهالقرش وقع وقع. اسمع انا لا بستنى ابو شحادي ولا ام شحادي، هاتوا ناولوني مصرياتي ولا والله بلم عليكم الحاره. ومثل ما قال المثل خذوهم بالصوت وادفع الاجره قبل الوصول وسكر الباب وراك يا عمي. يا ما تقول اجرتي يا عمي. يا عم ابو تيسير صبرك علينا شوي، يا عم ابو تيسير صبرك علينا شوي. اتصور انه لسه امبارح كنا بسيرتك، وتصور انكم ما بتستحوا ولا بتخجلوا ولا بتزوقوا ولا عندكم قلوب الدم. مالها سيرتي ها؟ مالها سيرتي؟ زي الفل. ايش خصك انت؟ ايش خصك انت؟ زي الفل ولا لفلف؟ ايش خصك انت؟ وبعدين انا عمري ضايقتكم؟ انا عمري دخلت عليكم الدار من غير ما ادق الباب واقول تسمحوا يا اولادي واحم ودستور؟ مبين غصبنا عنك مبين يا عم. ايه وبعدين انا ما اجركم شقه مفروشه، شقه فيلا فيلا يا عيني. يعني شوف 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 الحيطان يا سلام، داهن لكم اياها والبيبر ولا عليكم. شوف شوف الطاوله يا سلام على هالسطح يا سلام، يا تنشر غسيلك كله. انتين تلفزيون بتحط عليه. شوف شو شو يا سلام يا سلام على هالبوفيه يا عين. يا طب انا تواليت تواليت. شو شو الله يسود عيشتكم يا رب. شوف البانيو. شو هو يا اخوي البانيو؟ ايش البانيو؟ با
بقى انتوا صايرين تتحمموا هون؟ ابو شحادي كله هون؟ بدي اقول ليش مطبق. شوف يا سلام يا سلام يا سلام، شوف الببور يا عيني يا عيني يا عيني عليه، شوف من اول دفشي بيشتغل الله وكيله، شوف ما شاء الله. اي هذا الببور في عز شبابه كان يوقف على رجل وحدي. شو بدي اقول، بكفي ميزه هذا الببور لما يفضى كازو لحاله بصير يقول لك مره مره بدي تاد بدي تاد بدي تاد. انت يصير بتمرق من جنبه بصير يغني لا عطشان يا صبايا. اي هذا الببور مره فاتح الراديو على اغنيه لسميره توفيق بتغني وح وح ويني بردانه ولع لحاله. شو بدي اقول له، اي بقعد عندي اسبوع، بقعد اسبوع وهو مولع بغني نار يا حبيبي نار. بشوفه عندكم صار يغني مشيت على اشواك. والله يا خوف قلبي يا خوف قلبي بكره اجي اولعه يغني لي عن ايدي يا يابا. شو بدي اقول لك، شو احلى بيت احلى. بطلع لك يا عم ابو تيسير بطلع لك. شوف التخت، يا سلام يا سلام على هالتخت، يا سلام شو له ذكريات عزيزه عندي، يا سلام يا سلام يا سلام. الثلاث نسوان اللي اتجوزتهم التخت لسه صامت عندي، اعطيتكم اياه يا اخو. بتفر البلد كلها بتلاقيش اخوه لبسك في السيل. اما اجركم شقه مفروشه لراس واحد باربعين نيره، بشوف صرتوا راسين، ما خجلتوا ما زقتوا عدمكم وقلتوا عدم مؤاخذي يا ابو تيسير هالزياده على الراس الجديد، ومع كل هذا تحملت. وهالساع روق يا عم ابو تيسير، هالساع بيجي العم ابو شحادي وبتنحل. تنحل ما تنحلش، اي حليت وزارة ظهري وانا رايح جاي عليكم يا عمي. يا عمي بدكم مش تحلوها في شرطة، ومثل ما قالوا على الشرطة في خدمة الشعب وانا من الشعب يا عمي. هي وصلت الشرطة يعني... وبعدين ايش؟ انت فوت من غير سلام عليك ولا عليكم السلام، هاي واحدة. ايه؟ وثانيا بتقول عنا راس ومراس، اي احنا بقر؟ اصغر شوي. وثالثا الماسوره اللي وعدتنا تصلحها من اول ما سكننا زي ما انت عارف خربانه. مالها الماسوره يا اخوان؟ خربانه. ابصر شو حكيت وما حكي، ما زعلتوها؟ حساسه يا عمي حساسه. ورابعا؟ الرابع عندي زي ما قلت لك، عندي ثلاث نسوان وبدور على الرابعه وراح اجيبها. ويكون في علمك انا مش متحرك ولا متزحزح من هون بلا ما اخذ حقي كاملا، تعريفي فوق تعريفي، والا والله انا بترف يا حبه عيني. ويكون في علمك اني مش راح ادفع لك ولا قرش الا لما تصلح الماسوره. ايه ما قلت لك هسه بنادي المواسير جيب صلحها شغلي. انت قلت لي بس هيئتك نايم. شو يا اخوي؟ هيئتك نايم ممدد كمان. ليش تنام يا اخوي عندكم؟ ليش ما عندناش دار ننام فيها؟ ليش تنام؟ قال نايم. والله للاحق العيار لباب الدار واشوف اخرتها معاكم، واجيب لكم موسجي يصلح لكم الماسوره اللي قرقعت مخي فيها. وين بنلاقي موسجي على وجه الصبح؟ وين يا عمي؟ يا لطيف منك، هذا اللي اخذناه منك الجريده. مطلوب موظف مبيعات على أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة كحد أدنى. حلو. الدوام من الساعة الثامنة وحتى الساعة الخامسة. يفضل ما لديه خبرة في هذا المجال. كلام فاضي، يعني ما عندوش خبرة بيشتغلش. شخص يطلب مساعدة مقابل 4000 دينار. لديه كلية واحدة وهي ليست سليمة. يرجو من أصحاب الخير أن يتبرعوا له، وذلك من أجل أطفاله. العنوان لمن يريد المساعدة إيش؟ مش معقول؟ العنوان المحطوط بالجريدة هو نفس العنوان اللي بيعمل فيه أبو شحادة. أتري أبو شحادة بيحكي لي إنه اللي بيعمل عنده مريض. 4000 دينار. ولك يلا يا ولد، ولك عليتني، ولك هون الدار، ولك انا عارف شو اللي لقاني اياك على الصبح هون الدار. تعال تعال تعال، هاي الدار. هاي جبت لك المواسرجي، يلا ناولني اجار الدار. ايه ولد ايه بحكي محيط؟ ها هاي جبت لك اجار الدار، ناولني المواسرجي يا عمي.
جبت لها جار الدار. يلا يا عمي. وين بوسر جوينه؟ معي قدامه. وين راح؟ ولك وين رايح يا ولد؟ ولك هون الدار، ولك هون، تعال تعال. شو رايح؟ لا تبع الحاملية ملالي. ولك يا ولد تعال، فوت فوت. هاي المواسرجي. يا ساتر، خلي النسوان تخش على الغرف عشان الزلام بدها تدعم. اتفضل داعم، ما في نسوان، فوت. ايه فوت، ما في نسوان، فوت. بشرفك؟ بشرفي. ايه يا زلمة، فوت، ما في نسوان، فوت. ولا واحدة؟ ولا واحدة. ها؟ ولا واحد يا زلمة، فوت. طيب ها، يا الله يا الله. العفو العفو. خلاص. أهلا وسهلا. خير، شو حكايتك؟ كنك ما بتفوت على بيوت فيها نسوان؟ آه. كنك ما بتفوت على بيوت فيها حريم؟ آه بفوتش 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 بفوتش. ليش؟ بفوتش يا عمي. مرة رحت أصلح لك ماسورة، ضليت مدعم، ولا قلت يا ساتر ولا إحم ولا يا دستور. خشيت لك، لقيت لك زلمة قاعد متغسل بقلب الحوش، شاف علي، طلع لي من قلب الطشت وقام الصابونة عن عينيه. جيت أبوس إيده ولا وضربني البوكس. يضرب بوكس ويقول لي بتعرفش تقول يا ساتر، يضرب شلوت ويقول لي بتعرفش تقول يا حب، يا عض يا زلمه، يا عض يا عض. بعدين قلت له اسمع، سمع لما سمع. ايوه قلت له يا ساتر. يا عيني يا عيني يا عيني. هاي زلام يا عمي، هاي زلام. وبعدين؟ بعدين هربت، يعني نفلت بجلده. اه يا عيني عليك، والله لو كنت محلك يا عيني كان شو. ابايا لو كنت محلي كان شو صار؟ كان نشك نش. إيه؟ اه والله كان نشك يا زلمه. ايده ايده من هون بشرف قد وسطك. وال 99. انت 99 ونص. هو 36 وربع. ايه بسيطه بسيطه يا زلمه. مفتول مفتول. انت برغل. انا برغل. قول ملوخي ناشف. انا هاي المواسرجي يا عمي. ايوه هاي المواسرجي. مين صاحب الدار؟ نعم انا صاحب الدار. طب روح نادي امك. نعم. انت يا زلمه ليه جايبني هون؟ انت جايبك علشان تصلح الماسورة المكسورة. طب ما تدزش يا عمي، تدزش. اوعك تدز. وضح. انا بدي احكي. تفضل يا استاذ الماسورة في ال. مين؟ يا استاذ الماسورة في ال. واللي استاذ انا. هذا موسرجي هذا يا ابو تيسير. اه هذا موسرجي هذا. واسمه منير الكوع الودادي هذا. مش عاجبك؟ مش عاجبك؟ لا لا عجبني. لا قول يعني. لا عجبني. قول قول. عجبني عجبني. قول قول. قول يعني. قول قول قول. خلص يا زلمة. قال. وبعدين؟ تفضل. الماسورة من هون. طيب زي ما قلت لك، أول ما خلص الهاي بتنوّني ربع ليرة. ما احنا اتفقنا على 30 قرش برا. بدك تضحك علي؟ والله ربع أنا. فقدتني. وضحك وضحك يعني. تعال تعال. اطلع اطلع اطلع. خلاص خلاص، اول مره واحد بخاف مني. تعال تعال خلاص، بطلت اضربك. تعال. اول اشي ضب الموس اللي معك. بك معيش موس، كله شرايط يا زلمه. تعال يا ساتر تعال. خلاص يا عمي كافيني شراك. مثل ما بدك، ربع ليره ربع ليره ربع ليره ربع ليره. اسكت. طار. هاي الماسوره من هون. شفتها؟ شيلي شفتها اللي طارت. مبين عليكو عمي هاي الماسورة حجتكم تتصلح. يلا ناولنا أجار الدار، خلينا نشوف شغل. يلا يا عمي. يا عم ابو تيسير، انت ليش خايف؟ بس يصلح الماسورة بنعطيك. والله وسلام سلام يا جماعة. قال خايف. قال من ايش بدي اخاف يا اخوي؟ قال خايف. وهاي قاعد احنا ورانا شيء. هاي قاعد اشوف اخرتها معاكم. اعمل لي واحد جينر بجوز. وين هالامان تخالفكم؟ الله أكبر يا عالم، بتكبوا المي علينا من البلكين وإحنا مش الملاقيينها نشربها بالحنفيات. أي زوقوا على حالكم. إيه وال 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 وال، الشوارع تعبت مي يا عمي. زوقوا، لا تكبوا مي. وال إيه الله لا يوفقك يا أم تيسير. بس
شو مالك يا زلمه؟ مالك؟ يا مرحبا ابو تيسير. والله والله ويا مرحبا. اهلا وسهلا. والله ويا هلا. يا هلا يا هلا. والله واخ سبيت علم تيسير شرفيه ما بديش. شو اللي بدي اياه؟ اجار الدار المكسور عليكم من شهرين. يلا طلعنا واللي اياه. تكرم يلا. تكرم يا ابو تيسير تكرم. شوف يا ابو تيسير، الصراحه احنا بدنا نعطيك القروش. لسه امبارح كنا بسيرتك. سيرتك زي المسك يا عمي. غصب عنك. طيب زي المسك. روق روق روق، احنا قلنا لك زي المسك ما سبيناك. روق، احنا بسيرتك بدنا نعطيك اياهم القروش. بس يا ابو تيسير، يعني انت بتعرف اللي اوله شرط اخره رضا. وشو هو اللي اوله زفت واخره قطران؟ الساعة الشرط والرضا صار زفت وقطران. ماشي يا عم، على قولتك اللي اوله زفت واخره قطران زي ما بدك يا ابو تيسير. انت من ايمتى مأجرنا الاوضة هاي؟ ها، من يوم ما استأجرنا والحنفية بتنز. إنا لله وإنا إليه. يا رجل أنت اليوم شو شغلتك؟ نخيز؟ روق يا حبيبي روق. يا عمي قعد وجعص وتمغط وتمدد. يا حبيبي أنت شاطر تيجي الطالب بحقك، أما حقوق الثانيين بتنسوها عشان هيك بتقبلوش تردوا. ما هو يا فالح، ما هو يا محترم، أنا من الصبح جايب لك مهندس اصلح لك الماسوره اللي قرقعت مخي فيها. جبت لك مواسير جيب كوع، ومثل ما قال المثل مواسير جيب كوع ولا الجوع. لا يا اخوي ولا البلاش. على رايك. على رايي. هذا معناته لقطني. لقطتك فلتك مسكتك. انا ما بعرف، انا بدي حقي عالم يا عالم، بدي حقي عالم. ايه حقي على مهلك. شو مالك بتزمر؟ عمهلك عملتوا لي ازمه. يا عم ابو تيسير، هم قديش المصريات؟ اتغاشم يا اخوي انت الثاني، يعني مش عارفهم قديش المصريات؟ ها؟ 80 نيرة نيرة تنطح أختها وإلا. فهمانين عليك وإلا. الشرطة في خدمة الشعب ليلا نهارا فقط. وهالساعة حقي يا عالم يا عالم، بدي حقي يا عالم يا عالم، حقي لا زيادة ولا نقصان يا عمي. إنما إذا كان فيها زيادة ما عنديش مانع. ومثل ما قال المثل، الزيادة من إيد أبو شحادي بركة يعني. يا عم أبو تيسير، الساعة هاي أجتني هدية من السعودية وحقها 25 دينار. الله انطاق بيها 3 ليرات. بقول لك اجتني من السعودية بتقول لي الله انطاق فيها 3 ليرات. والله بركي 5 ليرات ومش دافع غيرهم. 5 ليرات 5 ليرات 5 ليرات والمحتاج. يا زلمه محتاج وما محتاج، قلت لنا اياها بشوفك مقاسي. حبيبي انا صحيح وقعان بورطه هسه زيك، انا امبارح قبضت راتبي على راسي على عيني قبضته، بس بعته للعيال بالقري بدهم ياكلوا بدهم يشربوا بدهم يروحوا المدارس. شو يعني ما ضلش معي؟ يعني ما ضل معي غير 15 ليره بس. 15 ليره مش غيرهن يا حبيبي. انا بتصرف. يا ابو تيسير يا ابو شحادي، هذه الساعه بتمزكش يا اخوي وبتضويش، علشان هيك بروح من نص ليره. قديش بيضلوا؟ 75 نيرة ونص محسوبات بالملي. وهي 15؟ أيوة. والباقي إن شاء الله يا أبو تيسير، إن الله عيشنا لآخر الشهر. وأنا إن شاء الله مش متحرك ولا متزحزح من هون بلا ما أخذ حقي كاملاً وإلا. أنت تستلبسناش في وإلا وقال المثل وما بعرف شو، تنخمناش يا عمي. من وين أجيب لك؟ أقطع لك من إيدي وأعطيك؟ اقطع من لحمي واعطيك؟ بقول لك معيش معيش. اللي معوش بلزموش. بلزموش ولا شاطرين تتفخفخولي وتقعدولي باحياء راقيه وشقق مفروشه وسوبر. على رايك سوبر قلت لي. ما هيو مبين ما شاء الله سوبر. 6 روس هيو ما شاء الله. قديش اخوي؟ 6 روس. طب عظيم، حط راسك بين الروس وقول يا قطع الروس. ابو شحادي المواسرجه بتحاسبوها عليك، ولا تحكي ولا كلمه اكثر من 25 قرش تنطوشها، فاهمين؟ وبعدين بغيب عنكم اسبوع، بتجيبوا لي مصرياتي تعريفي فوق تعريفي، واذا ما جبتهم مش ابو شحادي بطولك من تحت الارض، بروح لك محل ما بتشتغل وبفضحك قدام البكوات اللي بتشتغل عندهم. فهم فهم. ناس بيجوش إلا بالعلالي يا بلح.
خاطركو. خاطرنا خاطرنا يا ابو تيسير. اي هو لو بخاطرنا بنخلي اشكالك يفوت عدورنا. بس يا عم الحاجه هي اللي بتحكم. لا والله الغلا اللي بيحكم. لا يا حبيبي يا حسام، الطمع هو اللي بيحكم. لا والله الجوع اللي بيحكم. عسيرة الجوع. والله انا خايف انسى اسمي من ابو تيسير. ها تعال 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 كلك لك لقمه معي. يلا تعال جبت الفطور. تعال جبت فطور. من خضره البدراوي اخذنا لنا شويه فواكه وخضار بنفطر عليها. بس شو بقى عدت وين الشاي؟ ما شاء الله عليك الشاي. انت طلعت من هون يا عم ابو شحاده، لا لقيت لا شاي ولا سكر ولا كاز ولا ما يحزنون. بعدين خش علي هذا ابو الاغاني واستفرد فيه وما صدقت وانت تيجي. الله يوفقك لا تجيب لي سيرته. هالساعه نفسي بتنسد عن الاكل. بضل اقول لي ابو تيسير ابو تيسير ابو تيسير. خلاص روق يا عم. افطر افطر. تركنا منه. حسام. نعم. حبيبي افتح وانا جاي. قلت بدي اميل على البريد احط هالبرقيه. ولا هو البريد مسكر؟ ايه امتى بيفتح البريد؟ والله مش تقول لي امتى بيفتح يا عمي برقيه. خير ان شاء الله. لو بدك تبعث البرقيه ان شاء الله. ليش شايف شكله شكل برقيات؟ هاي البرقيه لمعلمي اللي انا بشتغل عنده لخميس بيك البدراوي، بده يبعثها لابنه اللي بدرس في بريطانيا بلندن بجامعه اكسفورد. صحيح يا عمي. انا اليوم قرات في الجريده انه خميس بيك اللي بتعمل عنده مريض وطالب من الناس اصحاب الخير انهم يتبرعوا له بكليه. قال ايش؟ علشان يعيش إله ولأولاده. شو قصته هذا خميس بيك؟ يعيش لمين يا أخوي؟ إله ولأولاده. هيك مكتوب في الجريدة. وصدقت هالجريدة؟ هيك مكتوب يا عم أبو شحادة. يا حبيبي يا حبيبي، بده يعيش إله ولأولاده. يا عمي هذا لا بده يعيش لإله ولأولاده ولا شيء، هذا بده يعيش إله لحاله عشان يكمل حياته ويتمتع. أي كل اللي إله ولد وبنت. الولد ما شاء الله عنه، ما شاء الله. إله 9 سنين في بريطانيا جامعة أكسفورد طب ولسه سنة ثانية. والبنت يا عيني عليها صار عمرها 25 سنة وطروها من سنة أولى من الجامعة وأسها داري على الحفلات والسهرات والصحاب والصحبات. طيب وخميس بيك ليش بدي بعث البرقية؟ شوف يا حبيبي يا حسام، أنا حاسس لك إنه خميس بيك حاسس إنه قرب يودع. فقال لك بدنا نبعث لوحيدنا اللي هو ابنه جلال. فيش غير عنده غير جلال والبنت بده يشوفه. وكتب له في البرقيه لما هو قراني اياها، يعني بتذكر منها شويه كلمات، العنوان بريطانيا لندن اكسفورد هيك مكتوب. وقايل له فيها ولدنا العزيز جلال ابن خميس بيك البدراوي اعزه الله، الرجاء حضورك حالا وسريعا، والدك بصحه سيئه جدا، الامضاء خميس بيك البدراوي. وما شاء الله ما شاء الله هالساعه السيد جلال بيشرف وبتصير الملايين يا عمي على حساب وعلى البارد المستري. ديالو انا شو هالخبطه هاي اللي كسر الدنيا الموسيقى يا بني. انا ابو السير جيب لنا مهندس. مهندس مهندس خلعت لكم اياها. يا الله فتحتها على الاخر كليتها. يا بني آدم يا ابن الناس يا ابن الأوادم، هو احنا بدنا نفتح الحنفية ولا بدنا نسكرها؟ زمان ما تحممتش جيت تحممت. هي تعرف هاي هي كليتي هذا كليته مية صار. أبو شحادة شو سويت له؟ أنا سويت له شيء؟ قوم يا عمي. هاي قوم يا عمي هات المنطلاطة يا قوم يا عمي. هاي قوم يا هاي هاي عمي قوم يا عمي. هات عمي حط علي حط ابو شحادة طلع عليك طلع عم انا ما يهمني دخل عليك. اسمع عليك صحيح. اي قوم خوفتني، فكرتك متت يا عمي. تخلي الواحد يخاف، انت اللي بتخلي الواحد يخاف. قوم حبيبي قوم. اسمع الله عليك. مين؟ استاذ جلال؟ انا اسمي منير يا حبيبي. انا
يا مرحب بالاستاذ جلال، يا مرحب. ان شاء الله شحاد يطلع بعينك. بقول لك يا عمي انا منير. والله يا هلا بالاستاذ جلال، يا هلا. ما هو اطلع انا صحيح يا عمي انا استاذ، وكل هيك الناس تقول لي استاذ، بس يا عمي انا اسمي منير، يعني بحكي لك يعني. كيف حالك يا استاذ جلال؟ انا جلال يا عمي، انت الثاني يا عمي. انا منير يا عمي، انا اسمي منير، منير منير الكوع الودادي انا يا عمي. وبشتغل مواسرجي وبدل الخزانات اللي على السطح انا يا عمي. يا حبيبي لا تبلفني وتضحك على عمك ابو شحاده. بلاش مزح يا استاذ جلال. يا عم انا بعرفك عشان امزح معاك. يا عم انا قدك، انا قدك. يا عم وين الشايب انت امي هون؟ يا عم تعطوني اجار الماسوره خليني اروح اروح، وانما الامال وبالنيات. حبيبي مش ممكن اكذب بعيوني، ما بصدق يا حبيبي. بلاش مزح يا استاذ جلال. عم ابو شحاده شو مالك؟ شو مالك يا عمي؟ شو مالك يا عمي؟ سجلت بس يعني اعرف كيف عرفت تيجي على العنوان هون لحالك؟ انو عنوان يا عمي هذا؟ انو عنوان انت تاري يا عمي؟ يا عمي انا جيت اطلع الماسورة يا عمي، اسال هذا يا عمي. يا عمي انا جابني الزلمة لهالقد انا يا عمي، ايش مالك انت يا عمي انت؟ يا عمي انا منير. حبيبي مش ممكن. ايش اللي مش ممكن يا استاذ جلال؟ وعرفت البيت وما عرفتش البيت؟ انا مش فاهم ولا اشي. أنا يا حبيبي اللي راح أفهمك كل إشي. هذاك الزلمة بيكون جلال ابن خميس بيك البدراوي اللي أنا بشتغل عنده، اللي بدي أبعت له البرقية على بريطانيا بلندن بجامعة إكسفورد، اللي ببريطانيا. هذا هو. أنا بريطانيا هاي يا عمي، أنا بريطانيا أنت الثاني يا عمي. يا عمي ايش تقول لي بريطانيا يا عمي؟ انا جوفه بعرف ايش وين. تقول لي بريطانيا انت الثاني يا عمي؟ يا عمي انا بريطانيا، اي انا مره روحت على البلد ما عرفت اروح، رجعوني بالسماعات. ايش بتقول لي يا عمي؟ انا منير يا عمي، انا منير. وهيات يا عمي الهويه تبعت اسكنك مش مصدقني. هياتها يا عمي، هياتها ومشيت. هي مو هيها مو منير. لا رن مش مو يا عمي منير. هاي هو يا عمي منير. لحظة حسام، علينا صوتك وقراها بصوت عالي يا حبيبي. راي يا عمي. وشوي شوي. حاضر حاضر. يلا راي يا عمي. الاسم الكامل منير الكوع الودادي. انا يا عمي انا، وهذا انا بس هون حليوة. هذا وهذا احنا، هذا وهذا يعني احنا اثنين. انا وهذا انا واحنا انا. مظبوط. وانا في الصورة. انا. ومن مواليد مدينة عمان. انا يا عمي. واسم الام. اوعك تحكي اسمها، بكسرك يعني، بدبحك اذا بتحكي اسمها موزة يعني، بدبحك يعني اوعك تحكي اسمها. حسام يا اخوي متأكد من اللي بتقراه؟ متأكد يا عمي. متأكد منير الكوع الودادي. متأكد يا عمي. يا عمي فعلا الخالق الناطق، يا عمي الخالق الناطق، بس الاختلاف بالاواعي. هذاك الزلمه بشخصه بدل، بس انا شايف هذا افرهولات. حبيبي اسمع حبيبي، يعني لا تكون جاي تضحك على عمك ابو شحاده وريح لك حفله تنكريه ومزور لك هويه. يعني ايش يعني؟ لا تكون مزور لك هويه ولا شيء. يا عمي بدك تحبسني انت؟ بدك تحبسني؟ اطلع يا زلمه بحكيني مزور انا يا عمي؟ يا عمي هاي الهوية تعطى من الأحوال البدنية يا عمي. يا عمي انت عمرك ما طعت هوية. ايش انت يا عمي؟ ايش انت فلبيني ولا ايش انت يا عمي؟ طلع شو قاعد بحكي لي. انا لا مزور، بده خليني انا عبد. شايف شو قاعد بحكي عني؟ انا لا جسمي. طب بصير يا عمي هيك، ابعد ايدك هيك، تقعدش تسرق وسكان الجيب الفاضي يعني. يا عمي اطلع معطوني اجار الفزورة خليني اروح اروح. يا عمي وين الشايب البستوري اللي جابني هون؟ وينه؟ والله غير اخليه شايب كبة. وينه يا عمي؟ وينه؟ بدك الشاي بالبستون يا؟ طب اصبر علي يا حبيبي، اصبر ولا نعطيك الجوكر وخليك تهند، بس اصبر. عم ابو شحاده شو مالك؟ شو فيه؟ شو مالك؟ اروح اجيب لك دايت حكمك؟ شو ماله يا؟ جيب لي بنطلون. عم ابو شحاده شو مالك؟ شو مالك يا حبيبي؟ ابو شحاده لا ولا شيء. يا مرحبا. يا هلا بالعزيز، والله نور البيت يا حبيبي. عمي ايش مالك؟ تفضل يا حبيبي تفضل.
نور البيت والله. اهلا وسهلا. ولا يهمك، تفضل تفضل يا حبيبي تفضل. نور البيت والله. اهلا وسهلا. اهلا يا مرحب يا مرحب. نور البيت والله. اهلا وسهلا. شو بتحب تشرب يا حبيبي؟ شاي، قهوه، قينر، زنجبيل، اللي بدك اياه موجود. هات لي بابون يا عمي. يعني ما نقيت الا النوع اللي فيش عندنا منه يا حبيبي، شوف لك نوع ثاني. طيب هات لي كاسه مي وحط لي فيها سكر فضي عشان عندي جلوه الليله. يلا يا حسام يلا بسرعه. احلى كاسه مي وحط له كبشه سكر فضي بسرعه يا حبيبي. شو يا حبيبي بتدخن؟ بتدخن؟ لا بس باخذ مكسب يعني. طيب خذ لك هالسكاره مكسب. والله يا مرحب يا هلا يا هلا. اهلا وسهلا. اتفضل. بسرعه بسرعه يا حسام بسرعه يا حبيبي. هنيئا ان شاء الله. هنيئا انت. هنيئا وقعدتك يعني. طيب 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 يا حبيبي. طيب قل لي انت وين ساكن يا حبيبي؟ انت وين ساكن؟ هناك. هناك. طب يعني وين هناك؟ هناك يا عمي. انا عند هداك. انا يا عمي بنام عند ابو حسن البوزرجي بالمحل يا عمي. يعني ملكوش دار؟ ها ملكوش دار؟ إلنا بس هذا. بس لما امي ماتت الله يرحمها مش تقعد تعيط عليها وتعمل زي الافلام الهنديه يعني. الله يرحمها. اجى ابوي يتجوز مره غير مرت ابوي. باي بلامها لعيبة لعيبة لعيبة. كانت دائما تحكي عني اني انا خالص. بس يا عمي انا خالص؟ انا مش خالص يا عمي. طبعا يا عمي هاي يا عمي هيك بيطيروا العصافير هيك بيزففوا الزعايف الخالص. خالص؟ اي انون خالص اللي قال عنك خالص يا خالص؟ انت الثاني عم بتحكي عني خالص؟ يا حبيبي انا غلطان، انا الخالص، انت سيد العاقلين؟ تعال تعال. وبعدين؟ وبعدين هذا؟ وبعدين جيت اتثرت انا ومرت ابوي. اجى ابوي طرني من الدار. جيت بجيت عالشوك ولا واحد اطلع علي، كليتهم وبوبه والله عمي وبي. صرت انام على الرصيف، صرت انام على الرصيف، ولا واحد ولا واحد اطلع ولا واحد. اللهم امي يا عمي. وبعدين الناس تمر علي الناس يقولوا هاوى من الشوارع، هاوى من الشوارع. والانجليز يمروا علي يقولوا زت از ابن الكوارع، زت از ابن الكوارع. اللهم ابو كليت ابو فهمي يا عمي. وبعدين هذا بعدين اجى ابو حسن البوزرجي شافني على الرصيف واخذني عنده وصرت انام عنده بالمحل وتعلمت. وتوتو خلصت الحدوته. حلوه ولا ملتوتو؟ ملتوتو. عليك الحدوتو. علي الحدوتو؟ ها. طيب يعني انا اللي فهمته من الحدوتو انك بتنام عند ابو حسن اوتو؟ عند ابو حسن؟ عند ابو حسن. بحبه يا عمي. الله يوفقك يا ابو حسن. الله يوفقك يا رب يا رب يا ابو حسن. يا رب يطلع لك شعر براسك يا رب. بحبه يا عمي. انا بحبه. لا تاخذني يا ابني، لا تاخذني يا حبيبي. اضحنا جيران ومش عارفين بعض. ما انت عارف يا اخي يعني اشغال كثيره. انا مثلا بطلع من الدار من الفجر وبرجعش عليها غير بنصاص الليالي. حرامي انت يا حبيبي. شو حرامي يا حبيبي يا حبيبي؟ لا رزقتك بدها تعب، رزقتي بدها. لا بدنا نعيش يا حبيبي. بدنا نعيش. بدنا بدناش نعيش احنا. الله يا عمي بدنا نعيش. ضروري نعيش. الله يا عمي بدنا نعيش. ما هو لازم نتعب عشان نعيش. الله يا عمي بدنا نعيش. بدنا نعيش. الله يا عمي صحيح يعني بدنا نعيش. المهم يا عمي بدنا نعيش يعني. المهم صحيح يعني بدنا نعيش. معك حق. قل لي. نعم. يعني بلا زغرب سؤالي. حضرتك متأهل؟ ها؟ يعني يا حبيبي معناه متأهل، معناه يعني أنت متجوز؟ أنا؟ آه. أنا لا يا عمي مش متجوز،
انا بحوش مع ام حسن المواسرجيه وهي بتدور لي. طب شو رايك في اللي جوزك في ليله ما فيها ضو قمر؟ لا يا عمي، يا عمي انا بقول لك يا عمي بحوش مع ام حسن المواسرجيه وهي بتحبني ودائما بتقول لي روح الله يرضى عليك ويشفيك يا منير وانا بكيف. الله يرضى عليك ويشفيك يا منير. الله يشفيك انت. مقبوله منك، الله يشفيني انا. طب شو رايك انه في تحت ايدي وحده زي القمر وقموره ولقطه حلوه؟ ما قلنا لك زي القمر. انا يا عمي بدي كلها سن ذهب. اطمئن يا حبيبي، اللي بحكي لك عنها إلها خمس سنان ذهب. قديش؟ خمسة. لما أصفر ببيعهم. لما تطفر بتبيعهم وبتتبحبح. طيب بس اسمع، مش تكون زي البنت الطرمة اللي سنانها مخلعين، واللي إجت محصن تخطب ليها وأهل البنت مرضيوش. لا يا حبيبي لا. انت قاعد بتشوف عمك ابو شحادي. لا يا حبيبي لا. انت بس طاوعني ورد علي، وانا اللي رايح اجوزك واحده زي القمر. يا عم انا مستعد ارد عليك وتجوزني. عم ابو شحادي. نعم. شو اللي انت ناوي تسويه؟ وطي صوتك، مبينه واضحه زي عين الشمس. بدي احط القاروط محل جلال ابن خميس بيك، وهيك الورثه لمين بتروح؟ لهالقاروط وللبنت، واللي بده ياخذه هذا الزلمه منتقاسموا احنا الثلاثة. بس يا عم ابو شحادي يمكن ينكشف. يا حبيبي ولا بنكشف ولا على بالك ننكشف. اي انا اللي بشتغل عندهم ثمن درن، يعني 15 سنة. اول ما شفته ما فكرت الا انه هو الدكتور جلال. يلا انت مصروف. يلا ابو شحادة يلا يلا يا عمي، هات عم اعطينا اجار المصورة. هلا بصرف ام حسن المواسرجية حاطة بشكير على راسها وبتدور علي يعني. يلا يا عمي. بتعرف انه انا ملك إلك؟ ها؟ يعني أنا صرت أريدك. أنت أريدك؟ وقت تقعد تفكر لي يعني؟ يا حبيبي أنت قاعد بتفهمني غلط. أنا بقول لك أريدك يعني إني أنا صرت أحبك. بدك تضحك علي؟ عشان إيش؟ عشان أنسى أجار الماسورة ما بنساش. هلا بدك تعطيني أجار الماسورة؟ يا حبيبي يا روحي يا عيوني، أني ماسورة وأنو أجار؟ راح اعطيك اجار 200 ماسوره. ها. وعشان عيونك هاي البرقيه. ها. ابوك مزع البرقيه يا. بتعرف ليش انا يا حبيبي مزعت البرقيه؟ بتعرف ليش انا مزعت البرقيه؟ نهي نهي. عرفت. قلت ما التقنا عميته بتشانا. بتشانا. ما شاء الله ولغات كمان. نطز نطز. يا عيني. يا عيني يا عيني يا عيني، بتحكي لغات وعلى اصولها. قل لي يا حبيبي انت وين تعلمت هاي اللغات؟ وين تعلمت هاي اللغات؟ في السينمات. ما شاء الله، يعني بتحضر افلام كثير؟ هذيك المره حضرت لك فيلم بجي لك البطل بمسك لك الهدولة بلحقوا لك اياها ترك 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 بجي لك احرام لما اجالك على هذيك، بعدين بجي لك على الجسم على هذلك، اما غير لما هم يكونوا لك على الجسم، اما لما اجوا لك على هاي بعدين البطل ببوس البطلة. لا اكيد. شفتهم بعينك؟ ما شاء الله ما شاء الله. طيب يعني بدي احضروا هذا الفيلم، شو اسمه دخلك؟ اسمه بديعة مصابني. بديعة مصابني وبطل وبطلة وخير على رايك. المهم المهم يا حبيبي خلينا هسه في موضوعنا. طيب انت بتعرف ليش انا مزعت البرقية؟ يا عمي قلت لك نهي نطز. لا مش عارف يا عمي، مش عارف يا عمي. عشان يا حبيبي تكون من اليوم وطالع انت جلال خميس البدراوي. شو رايك؟ شو بدك يعني؟ شو بدك يعني؟ شو بدك؟ نملي الشاكوش يا نملي الشاكوش. شو بدك يعني؟ شو بدك؟ لا يا حبيبي قاتل؟ لا يا حبيبي لا، انا عمك ابو شحاده. لا عم انت اللي جيت تمسكه. لا يا حبيبي لا، انا لا. ايش يعني؟ انت بدك تمسك بنسك يعني؟ يا حبيبي لمصلحتك انا قاعد بحكي. انت اللي جيت بدك هذا. يا حبيبي يا حبيبي خلص لمصلحتك. عجبك؟ يا ذا قربت لي الابيض يا عمي. اطلع يا عمي تبع العيد يا عمي اطلع. هيك عجبك؟ جعلك يعني؟ اطلع يا عمي. طيب خليك مد ايدك، انا بكوي لك اياه. اصبر. خليك مد ايدك، ابعد وجهك هيك.
شاء الله أحلى كوية. أحلى كوية ما شاء الله صح؟ أحلى كوية. أحلى كوية على البخار. على البخار. هاي الكوية على الرذاذ. المهم شو رأيك إنك تكون جلال خبيث البدراوي؟ لا يا عمي سجاب منير الكوع للي بتقول لي عنهم هدول يا عمي. يا حبيبي يا روحي يا عيوني كلها تلت أربعة أيام وبعدين بترجع لمنير الكوع الودادي وبتجوزني أحلى واحدة. طيب أي في تحت إيدي واحدة زي القمر. مين؟ هاي مخبيها للي زيك. طيب ماري منيب. يا عمي شو ماري منيب انت تاني يا عمي؟ انت بتقول لي ماري منيب بديش عمي ماري منيب يعني مين؟ شو يا عمي ماري منيب؟ طب بلاش 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 في واحدة أصلح. مين؟ أمينة رزق. يا عمي هي أمينة؟ يا عمي انت بتفكرني عانس؟ شو يعني انت؟ بديش عمي هذا. طيب بلاش 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 أنا شايف إنه زوجي ما بيعجبك. نقي انت واختار وأنا جاهز أخطب لك وأخليهم وافقوا. مين بتحب؟ بدي رشيدة الدجاني. على راسي. على راسي جاهزة. يا حبيبة هاي الأمور محلولة. جاها بتلت أربع انفار وبتنحل القضية. طيب محلولة يا حبيبي. أما أبو شحادة مالك؟ اللي أنت بتسويه تزوير. يا حبيبي لا مش تزوير، سرقة الحرامي حلال وخميس بيك حرامي. يعني الحلال في نظرك هسع خدمتي إله اللي لو يجي الصبح هات يا أبو شحادة، قيم يا أبو شحادة، ودي يا أبو شحادة، جيب يا أبو شحادة، هذا هو الحلال في نظرك؟ إذا كنت قاعد تسب فيه لأنه حرامي، كيف بدك إياه نصير زيه؟ كيف؟ ول يا ابن الحلال قاعد بقول لك إذا سرقناه ما بنكون حرامية. ما أنت عارف هذا الزلمة قرشاته من وين؟ ما كلها منك ومني ومن منير ومن مني 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 منه، سامع منه المصاري. بعدين حسام يا حبيبي، أنا أكثر من 100 مرة قلت لك إنه هذا الزلمة بيروح وين بقروشه؟ ما كلها ضايعة على طاولات القمار والسكر والطينة اللي بحطوها بسجايرهم. بس يا عم مش بس حاجة. ايش بس ايش بس ايش حسام؟ بعدك متذكر امل ولا نسيت؟ متذكر يا عم مش حادي متذكر. الله يا عمي انت التنين حزنتوني يعني. الزلمة بطل من عنده وتعال اشتغل معي انا بعلمك ما يصير شي يعني. شو شو قلت يا حسام؟ أنا عارف. لا أنت عارف نص. أنت الوحيد اللي عارف. نسيت إنه أهلك طالبينك ترجع للقرية لأنه ما همش مصاري يبعتولك تكمل تعليمك في الجامعة. نسيت رواحك من الجامعة للدار مشي لأنه معكش أجرة سيرفيس. نسيت التسعة اللي في القرية فتحين بطولهم إلي عشان أطعميهم وأنا مش قادر. نسيت. أنا ما نسيتش إشي. بس اللي مش متعود على ايش صعب يعمله. مش راح تعمل اشي يا حبيبي. ما انت انا راح اريحك اساسا. هيها اجت على البارد المستريح. هيها اجت انا وحبيبي منير اللي رايحين نلعب اللعبه. انا وحبيبي منير. شو قلت يا حسام؟ طيب انا موافق. طب يلا يا عمي يلا هات المأذون. ما انت شايف اخينا يا عم ابو شحادة؟ ما انت شايف اخينا؟ يا عمي ما انت شايف اخينا؟ يا حبيبي ما احنا رايحين نكون جنبه. وكيف بدنا نكون جنبه؟ وكيف؟ كيف بدنا نكون جنبه؟ يا حبيبي يا روحي يا عيوني انا بطبيعة شغلي مشرف لشؤون المنزل بكون جنبه. وانت يا حبيبي يا حسام بجيبك محل السفرج اللي له 4-5 ايام غايب تارك الجماعة ورايح يشتغل برا وهيك احنا اثنين بنكون جنبه. فهمت ولا اعيد لك؟ فهمت ولا اعيد لك؟ طيب وبالنسبة لدوامي في الجامعة؟ ايه ما اكتر غلبتك يا رجل. ما احنا قلنا لك كلها 4-5 ايام وبترجع لدوامك في الجامعة. وال اذا ما كل ايه تطلع 4 ايام وبترجع لدوامك. طلع تسأل يلا ابو شحادة يلا يا عمي هيني اخذت لكم الاكل بدل اجار يا عمي بتروح اروح انا. حبيبي فهمني قل لي بس انت مش بدك تتجوز يا عمي؟ ان شاء الله بدي اتجوز بس مش راضي يا عمي. طيب حط لي صندوقك بس. طيب يا عمي حط التفاحه فيه. ما خلصتش. معلش تاكلها بعدين لانه الكلام اللي بدي اقول لك اياه والكلام اللي بدي اقول لك اياه لازم. يا حبيبي ما بصير.
يعني ما دام تمك مليان وبتلوك كيف بدك تفهم؟ ايه؟ كيف بدك تفهم؟ عشان انا اقول لك زمان ما شفتوش هذا، مش هذا مردقان؟ هذا مردقان؟ ما شاء الله ما شاء الله، هذا اسمه تفاحة بصرة. المهم فتح لي عينيك وذنيك كويس على كل شي بقول لك اياه عشان اجوزك. طيب انا مستعد ارد عليك بتجوزني يعني. طيب اتفقنا يا حبيبي. اذا من اليوم وطالع انت جلال خميس البدراوي. تمام. تمام. يعني زيز البدراوي بتقرب لنا؟ يا حبيبي أني زيزي وأني زوزو تقرب الكوش. تقرب الناس؟ لا ما بتقرب الكوش، هذه اسم عم سمى. اسم عم سمى؟ اسم عم سمى. خلص عم بتقرب الناس. يعني هي بدها تزق قلبتها وين مكان. خلص عم بتقرب الناس بعناها. انتو بعتوها. خلص بصراحة يا عم ابو شحاد انا خايف من الاهبل. وانا يا عمي وانا يا عمي بصراحة خايف من الاهبل يا عمي زيك. حسام انت غلبتنا يا حسام. يا زلمة غلبتنا. انا هلا غلبتكو. ضلك تغلب وضلك تغلب وضلك تسأل انت عنيد حبيبي. حبيبي من اليوم وطالع شو اسمك؟ ضلوا يسألي يا روحي يا عيوني من اليوم وطالع شو اسمك؟ زلمة كلم ابوك. بالله يا رب. يا حبيبي من اليوم وطالع شو اسمك؟ يا عم كلم بقول لك انت. يا عمري يا روحي من اليوم وطالع شو اسمك؟ أنا؟ أنت يا حبيبي شو اسمك؟ أنا؟ منير الكوع. ألطم ألطم وجلال خميس البدراوي اللي بدرس طب في بريطانيا اللي راح يجي على البلد بعد 5 أيام على الدار اللي راح أورجيك إياها. طيب. شو يا حبيبي؟ طيب اتفقنا؟ يلا عمي بخاطرك بدي أروح أروح أنا عمي. بخاطرك يا عمي. تورك وش مالك يا عمي؟ وراك تعال جننتك. اسمع ايه شو ايه؟ لا وتجيب لي السكت القلبية. عمي مش انت بتلعبني؟ انا بلاعبك. حاضر يا حبيبي انا بلاعبك بس كنك انت لوح. كنك ما بتفهم علي. شو انت توكل الخال انت؟ عمي تقدر تغلط انا يا لعبي انا لوح ولا بكون الخالة؟ يا عمي ايش مالك انت بتفكرني مرت ابوك يعني؟ تقدر تغلط علي بتطلع ايش عند باقيني تطلع. حبيبي سامحني يا حبيبي سامحني. حقك علي؟ حقك علي خلص. خلص حقك علي يا حبيبي. المهم مش حضرتك بدك تتجوز؟ يا عمي من شان الله بدك تتجوز. اي مدام بدك تتجوز فتح لي دينيك وعينيك كويس على كل شي بدي اعلمك اياه وقعد لي هون. اوكي؟ اوكي؟ اوكي وانا خايف منك؟ لا تخاف اقعد تفضل واقعد حبيبي. بدي اعلمك الاتيكيت والبروتوكول اللي بتعامل فيه جلال. طيب وراح امشي لك اياها وابداها بالمشي. طيب ماشي؟ طيب جلال بحط ايديه بجيبه. حط جلال صدره منفوخ لقدام راسه لفوق زي الطاووس وبمشي على مهله. يا ابوك زي الكركزان. صح يا حبيبي صح. زي الكركزن. مشي الجلال زي الكركزن. فهمتها؟ كل شي في كل شي. ولا شي ناسي ولا شبر. طيب قوم عيد لي اللي انا سويته. ساوي زي ما انا سويت. يلا بسرعة قوم يلا كلياتها يلا حبيبي يلا مشى يلا. اولا نعم بحط ايدي في البسطار. انا جبت سيره البسطار. وين انا جبت سيره البسطار؟ لا ما انا نسيت. حط ايديك في جيابك في جيابك. طيب في جيابك. اولا بحط ايدي في جيابي. هيا بحطهم. هيا
حط ايدي في جيابي. حطيت. ثانياً. ايه؟ بدي اقول بردت. بردت من اصابيعك اللي برا. يا عمي يا عمي جسمك حساس. مرهف انت مرهف. بحط ايدي بجيابي. حط. وبعدين بنهش هذا. بنهشه. انهش. ماليش يا تيا. بعد تلت اربع سنين بصير لك زيه يا حبيبي. تفضل. واذا كان ماليش بمشي. واذا كان مالك شمشي. واذا كان يعني ماليش بمشي. كان يا حبيبي امشي امشي. امشي. واذا كان. طبيعي طبيعي مش مهم. ايه؟ مش طب مش مهم طبيعي امشي. يعني واذا كان يعني. واذا كان. ايه؟ امشي. واذا كان. واذا كان. واذا كان. يا رب اعطونا اسكان يا رب. من تمك لباب السماء دعوة أرملة يا رب. مش أرملة مطلقة. على رأيك دعوة مطلقة. بمشي. امشي. برفع راسي زي الخبيزة. طاووس. أنا جبت سيرة الخبيزة. زي الطاووس. زي الطاووس. نعم. زي الطاووس. زي الطاووس. برفع زي الطاووس. طاووس. زي الطاووس. يا عمي مش شايف بندعس هيك. يا حبيبي اطمئن اطمئن. جلال ونوعيات جلال لما بتمشي بتطلع وراسها فوق ومش شايفه حد قدامها وما بتندعس، بالعكس هي اللي بتدعس. طيب كمل يا حبيبي. طيب اطمئن. بمشي واذا كان مش شايف بمشي. امشي. وانا ماشي زمر لي. بزمر لك. امشي على راسي. يلا شد شادد. شد شادد. راسك مرفوع مرفوع. صدرك منفوخ منفوخ. شد شادد. امشي. يلا امشي. ماشي. شد شادد. شد شادد. شد شادد. شد وصلت لسه. شد شد شادد. شد شادد. هوب 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 هوب. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. تلميذ نبيه يا عم تلميذ. تعال 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 تعال. تعلمت المشي تمام هيك. بمشي جلال بالصبر. طيب يا عيني عليك. خلصنا من المشي. بدنا نعلمك الكلام. طيب يعني كيف الواحد بده ينادي، بده يحكي، بده يتحدث. انت مثلا لما بدك تنادي على ابوك كيف راح تنادي او كيف كنت تنادي؟ بدك تنادي على ابوك كيف بدك تنادي؟ كوع. كوع يا حبيبي. ليش الغلط؟ ليش الغلط؟ يا عمي هذا كان يطلع علي. حسام حسام يا حبيبي أرجوك لا تطلع علي رجاء. تطلعش يا عمي. تطلعش يا حبيبي علي. حاضر حاضر. بحسدني يا عمي. حسام هو معاه حق إنك تحسده. اسمع زي ما بيقول لك الأستاذ امشي فاهم؟ حاضر. يا حسام امشي. ماشي حبيبي. يا حبيبي يا روحي انت شو كوع مكوع؟ انسى منير. طيب انت هسا اسمك جلال، ابوك اسمه خميس. طيب جلال لما بنادي على ابوه هيك بنادي عليه. طلع بابي بابي. عيد من وراي. عيد من وراي عشان تفهمها. يلا شو انا بساوي ساوي. يلا بابي. عيد عيد يا حبيبي عشان تفهمها. اعمل زي اعمل زي. طيب يا عيني عليك اعمل زي ما انا بعمل. طيب يا بابي بابي. انا بابي بابي. هو بابي بابي. هو بابي بابي. هو بابي بابي. بابي زمانه جاي. معك حق. ما هو بين الفرق ما في فرق بين المامي والبابي. كلهم زمانه جاي. كل صح هاي بغنوها بالمسارح وبالتلفزيونات. بابي زمان وجاي. ماشي ماشي صح صح. طيب صح يا حبيبي. تعال تعال صح. تعال تعال. خلصنا من الكلام. بدنا نيجي للسلام. طيب دير لي وشك هيك وانا داير وش هيك. بستنى باص انا. يا حبيبي بنقول لك انت جلال الدكتور جلال. الدكتور جلال وبستنى باص. انت عندك سيارة اطول سيارة شفتها بحياتي. طولها متر ونص. طيب ما نهز تستنى باص. خلاص يا عمي روح مناش نركب. روح روح يا عمي اطلع فاضي. شو اعمل لك يعني؟ بستنيني بستنيني. روح يا عمي بتعربش تعربش. روح
بتحكي على الهوا قاعد؟ ايه؟ مع مين بتحكي؟ بمزح. تمزح؟ ما شاء الله عليك، انت كتير ممتاز. طيب جلال هيك عنده خفت الدم مزيح. طيب المهم دير لي وشك هيك وانا هيك، احنا اصحاب، اول ما نشوف بعض نسلم على بعض، ماشي؟ ايه تمام. يلا واحد اثنين، يا مرحب يا مرحب يا مرحب. يا حبيبي يا حبيبي، انت كل مره بدك تغلط. يا عم هذا كان يطلع علي. يا حسام عم ما ابو شحاده، عم ابو شحاده انا بدي اروح على الجامعه وانت دير بالك. الله سهل عليك، مع السلامه. روح روح، خليه روح 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 يا عمي. روح يا عمي روح. المهم يا حبيبي يا روحي يا عيوني، جلال ببوس الايد. ايه جلال ما بي... عليكم. مع السلامه. سلامة. جلال ما ببوس بعض. يا حبيبي لا ببوس ولا بعض. مد لي ايدك لوريك كيف بيسلم جلال. مد. بدك تعض؟ يا حبيبي ما بدي اعض، بس مد لي اياها لوريك كيف السلام. هيني معلمها يعني. انا معلمها. مد يلا هيك سلام بسلم جلال. تفضل. واحد اثنين هيك. ساوي زي ما انا بساوي، اعمل زيي. طيب. يلا واحد اثنين. ها ها الا ها الا ها الا ها الا ها الا ها الا ها. والله لفحر جوره هون. على رايك اعمل اللي بدك اياه، بس هيك هو بيسلم. طيب في شغله ثانيه. يمكن تبقى قاعد انت واصحابك او اختك او امك او اي حد، او ابوك. امك ميتة الله يرحمها. ايه امك ميتة الله يرحمها. اوعى. امي ميتة. لانه ام الدكتور، ام الدكتور جلال كمان ميتة. كمان ميتة. طيب اوعى ميتة هاي. طيب المهم لما بتبقى قاعد بجلسة وواحد من الجلسة بده يروح، هو بقول لك باي. انت بتقول له تشاو. هو بقول لك باي، انت بتقول له تشاو. ساوي زي ما انا بساوي. يلا باي. بقول له انا. بقول له انا. طب قول لي شو بدك تقول له. يلا باي. ما تقول اللي علمتك اياها يا حبيبي. ايه قول اللي علمتك اياها. طب روح يا عمي. ايه معك حق، معك حق. لما اقول باي لازم اروح. والله معك حق فيها. يلا باي. اشيه. تشاو. تشاو. طيب تشاو تشاو. فهمتها؟ تعلمتها؟ يا عين علي. طيب. يا سلام. تعال بدي اقول لك هالشغله، شغله كتير ضروريه. جلال صوته حلو. طيب حلو كتير. حلو كتير. ودائما بغني وبردد في البيت، هي اغنيه واحده اللي حافظها ما بقول غيرها. طيب بس بدي اعلمك اياها. لانه بلكي شي يوم اختك او ابوك او اصحابك طلبوها منك عشان تكون عارفها وتغنيها. طيب مزبوط. اسمعني شو هي الاغنيه. اسمعها. طيب فتح دينيك وعينيك كويس وخليك مستوعب كويس. طيب اسمع. ذهبت الى الفيفاء لفيء الفيء، فاذا فاء الفيء افاء. صح فهمتها؟ فهمتها؟ فهمت اللي انا قلتها؟ يا عم انا بدي عربي. ما هاي عربي، هاي عربي. اسمع 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 وترنم. اسمع. طيب ذهبت الى الفيفاء لفيء الفيء، فاذا فاء الفيء افاء. سلام. تمام. عيد من وراي حرف حرف عشان احفظك. يلا ذهبت. ذهبت الى الفيفاء فان لم تفق في اكلي، فلما فقت ففات الفياء الفوق. ما شاء الله. هيا ما شاء الله. كل اللي قلته غلط غلط. طب انت بتعرف تقول هذا المشمش مش من المشمشنا؟ واحلى هسع وقت حزير. ايه حاضر اقول لك اياها. يلا هوا المشمش مش مش من من مشمش. لا غلط. ليش غلط؟ رفعت هذا. المهم المهم خلينا بجلال. اغنية جلال. طيب. انسانة من المشمش هسع. طيب. مش وقته لسه ما طاح.
المهم بسرعه تقول لك ذهبت الى الفيفاء لفيء فاذا فاء الفيؤفاء صح كلها فأفأه كلها فأفأه هو مش حافظ غيرها شو عمل له طيب. انا هو حفظني اياها يلا عيد من وراي واحده واحده ذهبت الى المدرسه الى اين انت ذاهب يا بني الى المدرسه ماذا تتعلم فيها ايش وقتونا يا المدرسه تتعلم فيها القراءه والكتابه والاملاء والتدخين صح مزبوط تمام ماشي يا حبيبي ماشي لسه راح اعلمك اياها الفيافي هاي كلها اسبوع زمان كله بتستوعب المهم بدي منك كلمه سر بدي اعلمك اياها ونبقى متفقين عليها لانه كلمه السر هاي ضروريه جدا طيب. عشان اذا انت قاعد بتحكي في موضوع والموضوع هذا كان غلط لما اقول لك كلمه السر بتسكت او بتخش في موضوع ثاني بضلني مبين بتبين على قول ماشي طيب. شو فكرك كلمه سر انت بتخطر على بالك وحاببها شو بدك كلمة سر؟ شو بدك؟ شو بتحب كلمة السر تكون؟ ايه؟ اختار لي كلمة سر اللي تريحك انت يا عمي انا ماليش دخل اسكت اسكت شو؟ مالك؟ صدتها شو اللي صدتها؟ ايه؟ شو اللي صدتها؟ اللي بيزغزغ مليان منه مليان منه هون اقعد ساعتين بتلم شوال وبتروح المهم انا كلمه السر استوعبتها من حركاتك هيك طارت كلمه السر مش طارت اغنيه اسمها طيري طيري يا حمامه طيب صح عيد من وراي طيري طيري يا حمامه قول طيري طيري يا حمامة طيري طيري يا حمامة أنا طيري طيري يا حمامة طيري طيري يا حمامة يا سلام يا شو بدك يعني شو بدك يعني شو بدك يعني شو بدك ليه بتضلك الدس فش هياتنا تعطر لك الزر عشان يعجبك ماليش دخل أنا يا عمي أنت أجيت صرت بدك تتحرك معلش بتصلح كل شي بتصلح ومنيح اللي صارت هاي معي عشان أعلمك إياها إذا أنت دقمت بواحد عفوياً أو واحد دقم فيك عفوياً غلط تمسكه هيك غلط الصح إنك تعتذر له يا عمي ما هو هذا كان شو ماله ها؟ حجته؟ راح فيش حجج حسن عملت لي منيح اللي راح معناته منيح اللي راح المهم نعم أنت لما تدقم بواحد عفوياً أو واحد يدقم فيك عفوياً لازم يصير نوع من الاعتذار طيب وبدي اعلمك اياه بالانجليزي بتقول اذا انت دقبت واحد بتقول له يس هاو ار يو فاين يعني بالعربي انا اعتذر منك كثير يس هاو ار يو فاين انا اعتذر منك كثير طيب عيد من وراي يلا تعال عشان تستوعبها منيح طيب. يس هاو ار يو هذا فيش فيه دبلي يا كل اربع خمس ايام وراح البسك هون دبلي تخافش راح البسك اياها صار طيب. عيد من وراك انا يس انا يس انا هاو ار يو انا هاو ار يو انا فاين انا فاين انا يس انا هاو ار يو انا هاو ار يو فاين يس هاو ار يو فاين يا عيني يا عيني يا عيني يا سلام هذا طبعا فاين يا عيني مظبوط هو تبع الفاي هي هون تعرف اذا بتيجي هون لا تذبحك هي هون عرفته طب غمض لي عينيك ما دامك عرفته غمض لي عينيك خربش يلا خلاص لسه فتح انو منهم هيو هيو مسكتك هيو شاطر يا عمي نجينا طب شو عرفك انه هو بالضبط في وسخ يعني بياك معلمه في وسخ فكرت طيب نهم بدي ارجعك لبعد لورا شوي كلمه السر عارفها كلمه السر عارفها يلا طيري طيري يا حمامه 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 طيري طيري يا حمامه